اولا اهلا بيكم في القناة بتاعتي. حابب افرجكم النهاردة على شوية انواع من البغبغانات اللي موجودة عندي. دول الانواع اللي عندي. ده امازون، الصفة اللي فوق دي امازون، طبعا اللي تحت ده غني عن التعريف، الكاسكو او الافريكان جراي. الامازون في منه كذا فئة، بس انا هفرجكم على الفئتين اللي عندي. دول يعتبر من احلى الفئات. الامازون اللي على الشمال ده اليولو ناب، واللي على اليمين دبل هيد. الاتنين دبل هيد، بس في واحد صغير في السن اللي على اليمين خالص، واللي في النص ده اللي هوريكو دلوقتي ده يعتبر الكبير شوية، وده اليولو ناب. ده الدبل هيد، ده صغير في السن اول واحد، اللي في النص يعتبر اكبر منه، اللي على اليمين ده 7 شهور، وده الافريكان جراي. هوريكم دلوقتي ده بقى طبعا الكيكاتو البريايد. الكيكاتو ده يبقى كله ابيض وفي عرف صغير كده، هوريكم في الصور. هنا الكيكاتو، وهنا الافريكان جراي، والامازون. طبعا ما تنسوش تدعمونا بلايك وتكتبولي في الكومنتات على اي حاجة انتوا عايزين تتفرجوا عليها، وانا هفرجكم. طبعا اللي محتاج طبعا يستفسر عن اي حاجة عن البغبغانات يكتبلي. وحبيت افرجكم دلوقتي على عرف الكيكاتو وهو واقف. اقدر اقول لكم سلام واشوفكم الحلقة الجاية باذن الله. باي باي.